ربي أمر الرجل رئيس الأسرة أن يقي نفسه وأهله وذريته من جهنم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وربي أمر النبي، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. المرأة كانت في عهد النبي عليه السلام في الجاهلية ما تلبسش النقاب. أمر ربي سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر زوجاته وبناته وبناته والنساء المؤمنات يغطي وجوههم. علاش؟ باش ما يتأذاوش، باش ما يتأذاوش. نحن اليوم المتنقبة هي اللي تؤذى، المتحجبة هي اللي تؤذى. راهو شيء غريب.